تجاوز واحد المده ديال 16 سنه هذه وانا هنا اب لطفل، خدمت مع هاد الناس مع مول النحل، استطعت ندير واحد دويره كريدي كيف ما الناس كاملين خدامين ما علينا ما بينا. هاد المده الاخيره هذه واحد الشهر جاتنا السلطات تطلب بالاقفال بالمحل ديالنا، صدرينا وطلعنا للسلطات سدينا المحل مده 3 ايام مما جاناش قرار كتابي ولا حكم قضائي، رجعنا حلينا المحل ديالنا. في شخص سيد الباشا جا بوحدو عندنا لهنا عاوتاني وامرنا بالاقفال لمده تجاوزت شهر وحنا جالسين. المسائل العاديه تنخصنا نحترموا السلطات وتنلبيو الطلب، الا انه في هذه المده كلها ما كاينش حتى قرار اللي جابوه لنا. اضطرينا نهار 17 شهر اللي قررنا نفتحوا المحل ديالنا عادي. جا السيد الباشا عاوتاني تيامرنا باننا خصنا نسدو بدون تعليل. انا كمستخدم هنايا كان عندي لقاء مع السيد الباشا، طلبت منه بانه علاش هاد السدان كتساؤل. فهاد الصباح قال لي بانه اليوم فريم ما عندناش وهو عنده اوامر من السيد الوالي ديال الرباط وسلا بان هاد المحل خصو يتسد. حنا تنتساءلوا كعمال هنا وكمستخدمين منهم انا وحنايا ليفيكتيف ديالنا تيوصل 32 الناس 32 عائله. انا اللي تتشوفني قدامك فين بغاني ونمشي هاد السيد العامل ولا هاد السيد الباشا حتى تتشوف حالتي. انا في هاد السن هذا فين بغاني نمشي؟ انا وليت تنطرح تساؤل اللي هو صعيب شي شويه وسبق لي صرحت فيه. انا تنقول مع راسي بانه هذا هو السبب في امتلاء السجون. السجون بهادشي لا انا وليداتي فين غيمشيو؟ انا عندي مراه مريضه باش غادي نهلك؟ انا عندي طريطه ديال الدار كي غادي ندير لها؟ انا واحد من الناس، انا واحد من هاد الناس ديال 32. وعندنا حنا كدراري اللي مضرين قررنا في هذا اليوم ديال عيد الاستقلال قررنا وتوصلنا بانه سيدنا عادي يدير افتتاح ديال القنطره ديال القنطره الجديده، وقررنا بان خصنا نلتحقوا كاملين نلتمسوا سيدنا. لان احنا مني ما كاينش قرار منين جاي هذا الشيء؟ تيقولوا لنا هذا الشيء قرار من السلطات العليا، شكون اللي عطى هذا القرار؟ فين بغاونا حنايا؟ التساؤل ديالنا حنا تنهضروا غير كعمال ماشي في مسائل اداريه، شنو بغاونا نديروا؟ انا سناني بهاد اللغه هذه، سناني طاحوا هنا، فين بغاني نمشي؟ واش انا فيا 56 عام غنمشي نطلب عمل بجهه اخرى غيدخلني شي واحد؟ غيدخلنيش. كيفاش بغاوني نكمل انا هذه الحياه ديالي؟ وشكرا وتنطلبوا تم جميع الوسائل باش توقف معنا حنا كعمال كصحافه كادارات كيوقفوا معنا. هذا هو الوقت اللي خص المواطن اللي يعذر خور، ماشي نبقاو حنايا. جا السيد الباشا امر تد، فين عندي نطلب هذا؟ وشكرا. كنا خدامين كايها الناس، تجا الباش قال لك غتسدوا، يعني سدينا 30 يوم ما كاين حتى شي قرار. شفويا ما كاينش قرار شفويا، تيجي تيخسر عندنا جوج كلمات سدوا البيبان صافي. لدرجه جوج المرات الاولين هو برجلو كيمشي عند الكليان تيقول لهم نوضوا، الكليان ما فهموا والو. دوزنا 30 يوم حلينا، والبارح جاو عندنا البارح عاود اليوم غير حلينا، باقي على الصباح جا الباشا تيقول لنا انا الوالي اللي صيفطني نسد ليكم. حنا ما حنا بغينا نعرفوا راسنا من رجلينا، واش هاد السيد تترشق ليه تيجي تيقول لكم سدوا؟ راه ما يمكنش. 12 العام وانا خدامه، او كاين ناس ما قبل مني، يعني حنا هنايا ناس خدامه على ود وليداتها عائلاتها، راه كنا اوصر هنايا كل شيء بوليداتو كل شيء. صيفطني الوالي انسد، راه ما يمكنش. راه حنايا راه 30 اسره ولا 40، راه هو لا جا دابا وقف علينا. حنا ما نهضروش نقولوا ليه غنمشيو للافتتاحيه ديال الترامواي، راه كاينه اليوم غنمشيو عند سيدنا محمد السادس وغادي راه حتى حنا نبقاو نغوتوا بحال الناس. يعني راه ما يمكنش الشيء، راه ظلم لهذا السيد المول المحل اولا، وحنا كمستخدمين تحت منه ثانيا، راه كلشي متضرر. احساس يا مار
بغينا نعرفوا هذا الباشا على سداد القهوه، وحنا تقريبا عندنا تقريبا اكثر من 20 عام هنايا وما عندناش شي بلاصه فين نخدموا زعما بلاصه اخرى، وتنتمناو من الناس اللي مسؤولين كبار يشوفوا من حال هذه القهوه. هذه القهوه راه عندها تاريخ عتيق، تيجيو ليها الناس الكوار، تيجيو ليها بزاف الناس، الصحافه، الدوله كامله تجي ليها. ودابا جاو اليوم في الصباح سدوا لنا القهوه، ما عرفناش علاش سدوها، وما تعطوناش حتى شي حاجه، شي معلومات على سديتو ولا شي حاجه. وحنا دابا تقريبا شي شهر والزياده حنا تنطلعوا تنهبطوا، وهاد الناس هادو ما عرفناش شنو بغاو عند هاد العائلات هادو. راه تقريبا حنا تقريبا شي 33 واحد ولا 30 عائله اللي خدامه هنايا. وهاد السيد هذا يعني ما بخير، مر اللي في الخدامه ديالو تيخلصهم مزيان، خلص عليهم التامين ديالو، تيخلص الضريبه ديالو، تيخلص كل شيء. ما فهمتش جاو سدوا هاد القهوه هادي. وتنتمنى من صاحب جلاله الملك محمد السادس يشوف من الوضع ديال هاد الخدامه هادو، وسينو يشوفوا لهم شي حل. ما يمكنش يبقاو حنايا نطلعوا ونهبطوا، احنا اليوم جايين للخدمه هما سادين، هما دابا حنا جينا نخدموا اليوم، داروا لنا الرعب وداروا لنا بزاف د الحوايج ما خلاوناش نخدموا. الله صراحه لا حول، وحنا اسر تنسترزقوا الله من هذه الخدمه هذه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيفاش لك تتسرد هذه السيطره السوقه؟ يعني عطينا شي وثيقه رسميه ولا قول لنا، عطينا واحد الوقت محدد، يعني اي حاجه بالقانون، ما كاينش حاجه من غير القانون. ونسولوا اي واحد هنايا في الشارع العام، ما تسولوا على الفن السابع غيقول لك هذاك المقهى لان محترمه، تيجيو لها الفنانين، تيجيو لها ممثلين، تيجيو لها الناس اللي كتاب. يعني هنا دوزنا ندوات اللي هما كبار المسؤولين ديال الكتاب ديال الاحزاب وديال جميع المجالات، وتنطلبوا من صاحب الجلاله هو الوحيد اللي تناخذوا حنايا بعين الاعتبار ياخذ هذه المساله هذه، بان الناس كامله راه 70 واحد اللي تجي يوميا تسولنا يوميا واش غادي تخدموا واش غادي تخدموا، وحنا واقفين يدينا مكتفه. تنطلبوا من الله يشوف من حال هذا المقهى في السابق. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.